يا لهوي انت اتهبلت يا صباح. وطي صوتك وطي صوتك للبنات يسمعونا. والله العظيم انا ندمانه ندمانه وعايزه اكفر عن ذنب تجاهك. بايه بقى؟ تحطي في حجر فلوس حرام؟ انت بتقبضيني دم السرقه والحرام والخراب. اللي عايز يكفر عن ذنبه يتطهر منه مش يحدفه في حجر غيره. والله طهرته كل الفلوس اللي خدتها من جابر طهرتها. طهرت الفلوس ازاي؟ انا خدت منه 1,000,000 جنيه نصيب حسان وابراهيم، ومن يومين طلعت قدهم مرتين صدقة للغلابة، والباقي من عرق وشقايا في المشروع بتاعي. انت عبيطة مش فاهمة؟ بذرة الصبار ما تطرحش شهد حتى لو سقوها عسل، والقرش اللي انت كسبتيه ده اساسه ملطخ بالدم وسرقة الناس. اسمعيني بس يا قوت، بصي خدي نصهم والنص التاني حديه لعيالي، او اقول لك خش شريكه معاهم في المشروع بتاعي. حد الله باخد قرش واحد. اسمعيني بس، اسمعيني يا اخت. على مهلك. اسمعيني طيب. انا بموت على مهلك. انا بموت وعايزه بعد الشر عليك. لا هتموتي ولا حاجه، ما يفضل على المداود غير شر البقر. اسمعيني بس، انا عايزه مالك. اسيب مالك يا صباح؟ في حضنك. عايزة صباح. عايزة صباح. يا لهوي يا لهوي، رد عليا يا صباح. يا ايش ايش يا عزة، الحقوني يا بنات. ايه يا ماما؟ في ايه؟ في ايه يا ماما؟ ردي اسمع صوتك بس، ردي. ما بتردش يا باشا. خلاص تعوض المرة الجاية. ده الله يخليك، مرة كمان بعد إذنك، مرة بس. اتفضل. صباح فوق يا حبيبتي، رد عليا يا خرابي، اديني حاجة يا بنتي. شمامة أي حاجة، كلوديا ولا حاجة. مش عارفة يا حبيبتي. هو بس هو في إيه يا ماما؟ إيه اللي حصل؟ مش عارفة، كنت بكلمها وكانت كويسة، لقيتها بتاخد نفسها كده وقطع مرة واحدة وراحت واقعة. مش عارفة، كلمت الدكتور 3 مرات تهيمة وما بيردش عليا. دكتور إيه دلوقتي؟ هو في وقت؟ إحنا لسه بنتكلم الإسعاف. أيوة بسرعة. ثانية واحدة، تليفون ماما بيرن. طب اقفل دلوقتي، هيما رقم غريب بيتصل تقريبا الدكتور. اقفل. ردي لو الدكتور. ردي ردي. الو الو دكتور جورج. ايه دكتور، انا ايش ايش. ايوه معاك. الحقني بسرعه يا دكتور، ابوس ايديك، ماما بتموت مني ومش عارفه اعمل ايه. صباح بتموت؟ صباح بتموت؟ قلت ايه؟ ايش ايش. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.